عيني قطر عيني قطر عيني قطر انتي احساس الوتر وانتي الامان يا قطر انتي احساس الوتر وانتي بشرت الأحلام نادت للعمل ونعل البنيان يا إدانة البلدان ونعل البنيان يا إدانة البلدان في دول ترابج لترابج عمرنا يا قطر عمرنا يا قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام وين ما كنتم نحييكم في حلقة جديدة ويوم جديد وأكيد فقرات جديدة ومنوعة تحب أو نكون نقدمها لكم لكل فئات المجتمع نحب دائما نكون معاكم في بيوتكم أو حتى وين ما تكونون نقدم لكم مواضيع جميلة تخصكم وتخص جميع أفراد العائلة والمجتمع في حلقاتنا دائما في برنامجنا الصباح ربع. في البداية مثل ما تعودتوا خلونا دائما نبتدي بأبرز العناوين. بالتعاون مع مركز نماء مركز قطر للتصوير ينظم ورشة لتصوير المنتجات لرواد الأعمال. وكتارة تأخذنا إلى عالم الزخرفة الإسلامية. من ضمن فقرات اليوم من حول العالم تتابعون أيضا ماركة صديقة للبيئة في تونس تستخدم في تصاميمها نفايات بلاستيكية بحرية معاد تدويرها. هل اقتربت نهاية عربات الخيول الشهيرة في نيويورك؟ لقطات صباحية جميلة نشوفها معكم مشاهدينا والحين نتعرف على السؤال التفاعلي لحلقة اليوم اللي طرحناه عبر إنستغرام قناة الريان والسؤال هو هل تستطيع الاعتراف بالخطأ؟ أكيد راح نتعرف على التفاعلات في سياق الحلقة وأولى فقراتنا مشاهدينا مع الصحف المحلية الصادرة لليوم وأبرز الأخبار فيها أكيد بصوت الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
ومن جانب آخر تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. وزارة الرياضة والشباب تشارك في الملتقى الخليجي للتطوع الشبابي إسناد الذي يقام بمدينة صلالة العمانية وتستضيفه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان. قطر الخيرية تقدم حزمة جديدة من المشاريع تشمل مركزين صحيين وثلاثة مساجد ومركز تحفيظ للقرآن، وذلك في إطار مواصلة لسلسلة المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها في غانا. دفعة جديدة من الخبراء يؤدون بوزارة العدل اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. ننتقل إلى صحيفة الراية. مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية يصرح بأن السلطات في جمهورية أوزبكستان قررت إعفاء حاملي جوازات السفر القطرية من تأشيرة الدخول لمدة 30 يوماً من تاريخ الوصول. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج المجموعة الخامسة من برنامج شرطة الغد في نسخته الرابعة صيف 2023 بحضور العميد عبد الرحمن ماجد السليطي رئيس الأكاديمية وعدد من الضباط بوزارة الداخلية وأولياء أمور الطلبة. التقرير نصف السنوي عن أنشطة مستشفى حمد بن خليفة في مقاطعة بوتلميت الموريتانية يظهر طفرة كبيرة في الخدمات الطبية والاجتماعية التي قدمها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. بيوت الشباب القطرية تختتم معسكر شباب وعى مستقبل أفضل، وذلك ضمن مجموعة من البرامج الصيفية التي أطلقتها بيوت الشباب. إلى صحيفة الوطن. معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة في المناطق ذات المناخ الصحراوي. المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة تواصل أنشطة مخيم كتارة الصيفي الذي يستمر حتى 15 من أغسطس الجاري، والذي حرصت على أن يقدم برنامجاً متكاملاً يشمل الترفيه والتعليم والتثقيف والرياضة. بنك قطر للتنمية يختتم تحديات هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له والمقامة بالشراكة الاستراتيجية مع مايكروسوفت ومركز قطر للمال، معلناً عن 19 فريقاً فائزاً في مختلف تحديات التحول الرقمي. اللجنة الشبابية بنادي الغرافة الرياضي تنظم معسكراً شبابياً بالتعاون مع اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمهارات الشباب. إلى صحيفة لوسيل. جامعة نورث ويسترن في قطر تقيم معرضها السابع ميتا ماذا خلال الفترة من الأربعاء من 23 أغسطس الحالي حتى الخميس 7 ديسمبر المقبل في مقر الجامعة. الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي تقفز في شهر يوليو الماضي بنسبة 14.3% لتبلغ 241 مليار ريال. إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن تقديمها لمساعدات بقيمة تتجاوز 15 مليون ريال قطري خلال شهر يوليو 2023، استفادت منها 724 أسرة من المستحقين للمساعدة داخل دولة قطر. إقامة قرعة الأدوار الرئيسية لبطولة كيو تيرمينالز قطر كلاسيك للإسكواش 2023 التي تحتضنها الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 16 من سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة فئة السيدات للمرة الأولى منذ العام 2015. نختم الجولة بصحيفة العرب.
موسم حظر صيد أسماك الكنعد يبدأ في 15 من أغسطس الحالي حتى منتصف أكتوبر المقبل بناء على قرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي. مصرف قطر المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لتنظيم خدمة اشتري الآن وادفع لاحقا، والتي سيتم فتح باب طلبات الترخيص لها خلال شهر سبتمبر القادم. اتحاد الطائرة يعلن مشاركة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية في منافسات جولة هامبورغ العالمية للمحترفين ذات تصنيف 5 نجوم رجال وسيدات. دار التقويم القطري تكشف أن 3 من كواكب المجموعة الشمسية المشتري والمريخ والزحل ستلتقي القمر في سماء دولة قطر خلال شهر أغسطس الجاري، حيث يمكن لسكان الدولة رؤيتها بعد غروب الشمس. مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين صحفنا لليوم، واستكمالاً للأخبار المحلية بالتعاون مع مركز الإنمال الاجتماعي نما، نظم مركز قطر للتصوير دورة لتصوير المنتجات لرواد الأعمال وذلك في مقرها الموجود في الحي الثقافي كتارة. خلونا نشوف تفاصيل هذا الموضوع في التقرير التالي. تهدف هذه الدورة إلى كسب المهارات لرواد الأعمال خاصة أصحاب المشاريع المنزلية لتصوير منتجاتهم من خلال الجوال. طبعاً كلنا نعرف الآن الجوال عنده إمكانية وايد كبيرة إن إحنا نقدر نستفيد من الكاميرات الموجودة ونخرج بصور جميلة. اليوم راح يتعلمون هذه الأساسيات على أساس يطلعون بهذه الصور الجميلة. الفرق بين الكاميرات الاحترافية وأجهزة الهواتف الذكية في فرق جدا كبير، ولكن احنا نتكلم عن صور صغيرة، صور ممكن تعرض عن طريق السوشيال ميديا، يتم طباعتها بأحجام صغيرة، فممكن الآن عن طريق الهواتف الذكية نستفيد من هذه المميزات فيها. أكيد مثل هذه الدورات جميلة وأكيد راح تساعد كل المنتسبين سواء في مشاريعهم أو حتى في حياتهم، بما أن التصوير شيء أو صار شيء حلو بحياتنا. خلونا ننتقل إلى أولى مواضيعنا لليوم. لقد بدأ العالم في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأصبح التحول نحو عالم مستدام بيئيا وصديقا للمناخ أمر بالغ بالأهمية، ليس فقط للاستجابة لأزمة المناخ العالمية لكن أيضا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فتحت شعار أهمية تنمية مهارات الشباب بالمناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام، يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب. فللحديث عن هذا الموضوع وعن دور المؤسسات والمبادرات الشبابية في التوعية بآثار التغيير المناخي، سعدنا أن تنضم لنا بالاستديو مرافق عبد الحميد منسق البرامج المجتمعية في حركة الشباب العربي للمناخ في قطر، وأيضا مدرب معتمد دوليا في مجال الاستدامة والتغيير المناخي. صباح الخير مرافق. صباح النور السعادة. صنت الحمد لله مرافق، إن شاء الله أمورك أنت بعد طيبة وموضوعك بيكون طيب بإذن الله بوجودكم. تسلمون على الاستضافة. أول شيء حابة أشكر قناة ريان اليوم على استضافتهم لنا، وبإذن الله اليوم نوعي الشباب ويكون لنا دور بإذن الله في تغيير هذا المفهوم عند الكثير من الناس إن شاء الله بإذن الله. مرافق، في البداية يمكن واحد يعني يستغرب كيف المجالين ارتبطوا في بعض، هو يعني توعية الشباب نفس الوقت التغيير المناخي. صحيح. يعني أنت موجودة في الاستدامة صحيح؟ صحيح. وفيما يخص البيئة وفي هذا المركز، كيف ربطتوا الموضوع؟ طبعا. وليش الشباب هم أهم فئة عندكم أن توعونهم؟ طبعا فئة الشباب هي الفئة الأهم لأنهم في النهاية قادة المستقبل. إحنا يوم نتكلم اليوم عن فئة الشباب هي الفئة الأكبر حاليا في الوطن العربي. إحنا دائما عارفين أن الوطن العربي أو الشرق الأوسط من
المناطق اللي هي معروفة بأن التركيبة السكانية فيها شبابية أكثر منها كبار سن. هم الفئة الأكبر تأثراً وهم أكثر الناس مسؤولية من هذه الناحية أنهم يساهمون في التقليل من آثار التغير المناخ. احنا اليوم تكلمنا عن الاستدامة من باب أنه كل شخص فينا لازم يحافظ على الموارد اللي عنده عشان أنه يقدر يستفيد منها في وقت الحالي وعشان يخليها للأجيال القادمة. هذا هو مفهوم الاستدامة، من كيفية أو قابلية الشخص للاستفادة من الموارد الحالية من غير الإضرار بحق الجيل القادم الاستفادة منها. موضوع طويل مرافق وفعلا يحتاج لأن يعني كأن دعم قوي حتى فعلا نترسخ فينا احنا الشباب. أكيد لما نتكلم عن الاستدامة أتي في بالنا مثل الأشياء البسيطة، يعني نحافظ على البيئة، نزرع الخضار أكثر، لكن هذه ممكن تكون مصطلحات بسيطة للي ما يعرف. نبيك أنت تقولي لنا شنو الأشياء اللي ممكن نسويها ندخل فيها في مجال الاستدامة ونحافظ على بيئتنا. تمام، احنا حاليا كاستدامة نفس ما ذكرت لكم هي استدامة موارد، إن كانت موارد شخصية، موارد الدولة، كانت موارد اقتصادية في الأعمال، في نفس ما كنا نتكلم اليوم عن الاقتصاد الأخضر. فأنت حسب مجالك حتى في منازلنا نقدر نكون مستدامين. فالاستدامة تكون من تغيير السلوك، أنا كيف أقدر أحافظ على المورد اللي عندي، أستثمره بشكل صحيح، أكون أنا شخص مسؤول. إحنا كلنا نعرف في الدين الإسلامي يحثنا على المسؤولية، وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإحنا في هذه المبادرة، وهذا الحديث يا على الرعية، لكن هذا أيضا ممكن نحطه في مجال إن الحافظ على البيئة. صحيح، لأن البيئة فعلا من برعاها إحنا. صحيح، فهني الرعاية تكون رعاية نفس ما قلتي، رعاية تشمل كل الأطراف. صحيح، الوالدين كيف يوعون أبنائهم في المنزل أن يحافظون على الموارد، الراعي نفس ما قلتي في المؤسسات الحكومية والخاصة، طبعا ما ننسى دور طبعا المؤسسات الحكومية ودور الدولة ككل في محافظة على هالشيء. وجود السياسات ووجود الوعي المجتمعي مع بعض هو اللي بيكمل الصورة. ما نقدر نكتفي فقط بدور المؤسسات الحكومية والخاصة ولا دور الدولة بشكل عام، حتى لو وجدت هذه الجهود الجبارة اللي موجودة نقدر نشوفها اليوم ملموسة في واقعنا في دولة قطر، ولكن إذا ما كان عندنا وعي مجتمعي إن شلون نقدر نستفيد أو نطبق هذه السياسات اللي موجودة، شلون إحنا نقدر نحفز دور الفرد في بيته، في مؤسسته، في عمله، حتى إن كان في عمله الخاص أو مؤسسات أو في عمله. هني يجي دور التكامل مش التنافس. احنا نبي اليوم نوعي الشعب او المجتمع ككل ان احنا نتعاون مع الحكومة ومع المؤسسات الخاصة والحكومية ان يدنا بيد بعض، لان هذه الارض لنا كلنا. صحيح، الكلام اللي قاعدة تقولينه مرافق قاعد يخليني اتخيل 50 سنة من الحين، يعني الله العالم يكون موجودين، ولكن اكيد عيالنا بيكونوا موجودين. صحيح، يعني اذا الله كتب لنا عمر 50 سنة، فهل هالموارد فعلا راح تكون لهم موجوده حزتها، او اذا كانت موجوده هل بتكون بنفس الكميه اللي توفرت لنا؟ فبالتالي فعلا الواحد لازم يسال هذه الاسئله. صحيح، حق نفسه يعني، ويحافظ على البيئه قد ما يقدر. وقلتي كلام حلو انه مو بس المؤسسات بروحها تقدر ولا الفرد بروحها يقدر، هي المسؤوليه تكامليه بين الاطراف. صحيح، يوم قمتوا بهذه المبادرات اكيد حطيتوا اهداف. صحيح؟ صحيح، كلمينا عن أهدافكم. تمام، إحنا هدفنا الأساسي طبعاً نفس ما ذكرت لك اللي هو الوعي المجتمعي، ولكن إحنا ما نبني على وعي مبسط، إحنا نبي وعي مبني على العلم، إن شلون أن يعني يكون يخدم العلم اللي إحنا تعلمناه، إن كان في تخصصاتنا العلمية. إحنا كمنظمة شبابية تم تأسيسها في 2015، هي منظمة دولية لها أكثر من فرع في الدول العربية في الشرق الأوسط. إحنا هدفنا الشرق الأوسط بالتحديد، لذلك سميت بحركة الشباب العربي للمناخ. وفرع قطر تم افتتاحه في 2016. يمكن كثير منا يغفل عن دور مثلا التطوعات. يعني أنا أول ما بديت في هذه المبادرة بديت كمتطوع. كلنا ما يخفى علينا دور أمبور، المؤتمر الدولي أو السنوي اللي يقومون فيه المؤسسة قطر، هذا من كانت البذرة اللي خلتني يومها أن أنا أفكر في هذا التخصص.
أنا أول ما دخلت كان في 2016 كنت سنة أولى جامعة. يمكن كلنا أول سنة جامعة نكون محتارين في التخصص، يكون عندنا تصور ضايعين مرافق 90% منا يكون ضايع، بس لازم يجرب عشان يعرف الوجهة اللي حب يكمل فيها. هنا يجي دور التطوع والدور المبادرة، أنت كشخص أو فرد أنت تبادر وتسعى وتطور في مهاراتك. المهارات الخضراء ما تكتفي بس في العلم، أوكي إحنا العلم حاليا الحمد لله إحنا في عصر العلم متوفر في كل مكان، في الإنترنت موجود، في التليفونات موجود، صحيح، في الكتب، في غيرها، ولكن كيف أنا أطبق هذا العلم اللي تعلمته؟ في النهاية أنا إذا رحت مثلا في تطوع معين، شفت معلومة جذبتني، تعلمتها، حاولت أني أطبقها في مبادرة ورشة، وهذا اللي خلاني في هذيك الفترة أوعى نفس ما قلتي إن شلون أنا بيكون أثري في مجتمعي، شلون إن هذا التخصص هو عميق وكبير. وهنا يجي دور المهارات الخضراء، إن شلون تعرفين مكونات البيئة. البيئة ما تقتصر على التربة والزراعة والماء والكائنات الحية، البيئة كل شيء حولنا، من كان إنسان، حيوان، أو حتى شلون أقدر إن أحافظ على كل هذه الموارد وكل هذه المكونات المختلفة، أنا في النهاية بترجع لي. صحيح. مرافق، نبي نتكلم شوي عن دور التدوير، هل هذا راح يساعد كثير في مجال الاستدامة؟ هل راح يفرق لو احنا كلنا كمجتمع التزمنا فيه؟ طبعا، هذا أحد اللي هي ركائز الاقتصاد الدائري اللي كلنا احنا نعرفه. الاقتصاد الدائري يعتمد على أن كيفية إعادة التدوير، أو بما يسمى الـ 8 R's. الـ 8 R's اللي هي تعتبر على إعادة استخدام، إعادة تدوير، إعادة ترميم، إعادة بناء وغيرها من. فإحنا ما نقتصر فقط على إعادة التدوير. فأنا الحين لو عندي أداة بسيطة في البيت، لو رجعت استخدمتها لمرة ثانية وثالثة، أنا راح أقلل مورد أوريدي كان راح يستهلك في تصنيع هذا المورد مرة ثانية. أنا إذا كان في عندي إمكانية أعيد بناء شيء موجود عندي، حتى لو كان خلينا نقول في كثير الحين من المواقع التراثية موجودة عندنا في الدولة، يوم أجي أعيد ترميمها بدل ما أنا أهدها وأنهي وجود هذا التراث العريق اللي طبعاً هو أساسنا. وواحدة من الأشياء اللي إحنا والمشاريع اللي اشتغلنا عليها مؤخراً هي البصمة الكربونية المنزلية، اللي هي كيف يكون قياس أثرك أنت كفرد وكأسرة في مجتمعك من ناحية وسائل النقل. أنا اليوم لو فكرت أن أنا هذا قياس حسابي على شيء معنوي، بالضبط، يعني بالحساب بالقياسات والبيانات تسوونه على شيء غير ملموس، على الشخص نفسه، على علاقاته. شغلكم كثير دقيق مرافق وكثير تفاصيل، والجميل ان انتم فعلا قاعد تشتغلون من المجتمع للمجتمع، ولكن بتقنيات وايضا رسم بياني وايضا احصائيات وعلم مبني عليه. انا سعيده كثير بوجودك اليوم. الموضوع وايد اكبر من احنا يعني نقدر نلمه، لكن احنا نحب دائما ان احنا نطرح الفكره وننورها عند المشاهد وهو يبحث عنها. صح. شكرا على وجودك اليوم معنا مرافق. العفو، بس عندي ملاحظه فضل. اخيره، بما انها اليوم يوم 12 اغسطس ان شاء الله راح يكون يوم العالمي للشباب في مهارات خضراء واقتصاد اخضر. جميل. حابه بس اعطيهم ثلاث كلمات مهمه. فضل. اللي هي التلقي، الترقي، والتوقي. أنا يوم أكون شخص أتلقى أو أتقبل الرأي الآخر وأسمع وأطور من نفسي وأواكب الجديد، راح أكون إنسان مساهم وفعال في هذا المجتمع. التوقي إحنا دائماً نطيح فيها كثير من المدربين وكثير من الناس اللي في هذا المجال يمشون أو يجرون وراء مثلاً تحقيق أهدافهم، ولكن قد تأخذهم بعض المجريات الشهرة وما غيره. فأبيكم تتوقعون هذا الحذر والمزالق اللي ممكن تطلعكم من مساركم، من هدفكم اللي انتم حابين تحققونه. كل المجالات. صحيح. والنقطة الثالثة اللي هي الترقي، ان انت دائما تطور في مهاراتك، انت ما توقف، كل يوم تجرب شيء جديد عشان تتعلم منه وتأثر في مجتمعك. شكرا مرافق. شكرا لاستضافتكم، وأسفة على الإطالة، وإن شاء الله نكون يعني ضيفة خفيفة عليكم. خفيفة بموضوعك مرافق. مشاهدينا، كانت معنا مرافق عبد الحميد، منسق البرامج المجتمعية في حركة الشباب العربي للمناخ القطري، وأيضا مدرب معتمد دوليا في مجال الاستدامة وتغيير المناخ. فعلا يعني احنا دائما نقول بلادنا، هالمره بنقول الارض بكبرها، هي محتاجه فعلا ان احنا نحافظ على الموارد الموجوده حتى
يعني تبقى حق الجيل القادم، وأيضا هذا من المسؤولية المجتمعية، ورب العالمين راح يحاسبنا خصوصا نحن المسلمين، لأن هذا من ديننا أن نحن ما نهدر ولا نسرف بالأشياء، وهذا أيضا راح يساعدنا في مجال الاستدامة. خلونا نتعلم إحنا الشباب حتى نعلم الكبار ونعلم إن شاء الله عيالنا. والكلمات الجميلة اللي قالتها ترقي التوقي الترقي خلونا نحافظ عليها. نترككم الحين مع بعض الفعاليات، نلتقيكم بعد الفاصل. تدري ولا ما تدري؟ تدري ان سرقة لوحة الموناليزا جعلها اغلى لوحة في العالم؟ اختفت في عام 1911 لوحة الموناليزا اللي رسمها الفنان الايطالي ليوناردو دافنشي من على جدارها المعروضة عليه بمتحف اللوفر، ولم تكن تحظى بالاهتمام الحالي، ووصفت سرقتها باعظم سرقة فنية في القرن العشرين، حيث اختفت لمدة عامين في شقة في ايطاليا، ثم عيدت اللوحة إلى فرنسا وتلقت شهرة واسعة في عناوين الصحف وتحقيقات الشرطة، اللي ساعدت على أن تصبح من أشهر الأعمال الفنية في العالم، واكتسبت قدرا كبيرا من الاهتمام العام. وتدري أن تم تقييم اللوحة في عام 2019 لتساوي حوالي 800 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها عمليا أغلى لوحة فنية في العالم. هاي اللي يقول رب ضارة نافعة، استفادت لوحة موناليزا أن ارتفع سعرها. خلونا مشاهدين الحين معاكم، أو وصلنا معاكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي وسؤال الحلقة اللي طرحنا عبر الانستغرام، وسؤال اليوم وايد حلو، هل تستطيع الاعتراف بالخطأ؟ خلنا نتابع مشاركاتكم مشاهدينا مع بعض. والمشاركة الأولى تقول بالطبع الواحد يعترف بخطأ، إن شاء الله بالطبع تكون على كل شيء، ودائما الواحد لما يغلط فعلا يعترف، ما يكون في وقت الموقف يكون صعب عليه. مشاركة ثانية عندنا على حسب، فعلا على حسب، هذا إجابة صريحة، المواقف فعلا تحتاج أن الواحد يحسبها على طول وبعدين يعترف إذا كان غلطان. عندنا أيضا مشاركة من صديقة البرنامج خولة، نعم بالتأكيد، شكرا خولة، شكرا، اكيد دام قلتي بالتاكيد انت فعلا تعنين. هالمشاركه الاخيره من وفاء الرفاعي تقول نعم تعترف بخطاها. مشاهدينا الاعتراف بالخطا هو نصف العلاج، اول خطوه لحل اي مشكله هي ادراك المشكله كامله، والادراك هو اقرار واعتراف بها، يساهم في حل المشاكل من جذورها ويمنع حتى انها تكبر وتتفاقم. بيد ان غياب ثقافه الاعتراف بالخطا وانعدام هذه الروح يؤدي لابتعاد التوفيق وعدم الوصول للنجاح والإنجاز اللي نتكلم عنه في كل المجالات، سواء صارت مشكلة في أي مجال خصوصا في العلاقات، وعليها اعترف بغلطتك وبخطأك وطلعة من قلبك، لأن المتلقي أو اللي غلط عليه يحتاجه من قلب يبين الفرق إذا كان للأسف أو الاعتراف بالغلط من القلب أو لا، لأن لو كان فعلا من القلب أو باقتناع رح يبين أن الشخص تعلم من هذا الدرس، إذا ما كان مقتنع ما تعلم من هذا الدرس، والهدف من الاعتراف بالخطأ هو تعلم الدرس، ما حد فينا كامل والكمال لله وحده، احنا بشر نخطئ ومن أخطائنا نتعلم. الحين مشاهدينا من منكم يعترف بالغلط؟ خلينا نتابع هذا التقرير عن هذا الموضوع. أي
الاعتراف بالخطأ هو سلوك إنساني قويم يمكن الشخص من التحلي بالشجاعة أمام نفسه وبالتالي استمرارية الوضوح في العلاقات الخاصة والعامة التي يحكمها مدى النضوج والوعي الذي يملكه الإنسان. تأتي الأخطاء مع التجربة البشرية في الحياة، فالجميع يخطئ، لذلك لابد من مواجهة النفس بالاعتراف بالأخطاء، ومن هنا تنبثق معايير الاعتذار السامية التي تعطي للشخص مكانة ومنزلة رفيعة لدى الناس، كما تقدم للمعتذر الراحة النفسية. إذن أن يمتلك الإنسان الشجاعة للاعتراف بالأخطاء، هذا هو طريق نحو النجاح المستمر وبناء أسس للعلاقات الاجتماعية المتينة. ومن أدبيات الاعتراف بالخطأ هو تقديم اعتذار يليق بحجم الضرر النفسي، فالإصرار على عدم الاعتراف بالخطأ أو استخدام السلوكيات المضادة في تبرير ارتكاب الأخطاء وتعليقها على شماعة الأعذار الواهية هو هروب من المشكلة، وهذا تصرف لا يمت للإنسانية بأي صلة، فالجميع يريد أن يأخذ حقه من التقدير والاحترام. فعلا الموضوع جميل ويخلي الواحد يعيد التفكير في نفسه، هل هو يعترف بالأخطاء أم لا؟ خلونا مشاهدينا نروح إلى مختارات من حول العالم. هل اقتربت نهاية عربات الخيول الشهيرة في نيويورك؟ كيف؟ خلونا نشوف هذا التقرير. هي بالنسبة إلى كثر جزء من المشهد العام للمدينة، لكن آخرين يرون أن عربات الخيول هذه التي يستأجرها السياح لا تتماشى مع صورة مدينة أمريكية متطورة في القرن 21 مثل نيويورك. هذا ما دفع أحد أعضاء مجلس البلدية إلى إعداد مشروع قانون لاستبدال عربات الأحصنة بمركبات كهربائية بحلول حزيران يونيو 2024. People have evolved, I think. We've gotten a little bit more caring of how we treat animals, and we don't make them do the things that we used to make them do. So I think people are seeing it. Plus, coupled with the four horses that went down this summer, people are sick and tired of it. Sick and tired of seeing that. Just for a carriage ride, it's, you know, some tourist amusement. Everybody should boycott, you know, the carriage, horse carriage rides. وتختلف آراء السياح في حديقة سنترال بارك، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الواحدة التي تستغرق 45 دقيقة أكثر من 160 دولاراً. It's a cultural aspect of New York City that has been going on for generations. So I think there is some economic value for the city and for the visitors to have that cultural experience. So I hope they take good care of the horses, and as long as they do that, then I'm for keeping that one. It's absolutely immoral. The safety standards are very, very low. I've been here over a number of years and have witnessed horses that are not in good condition, and I definitely think it should be banned. It's not fair, especially when you look at temperatures that we've had recently. ويقول معارضو هذا النشاط إن الخيول تعمل في ظروف سيئة، وغالبا ما تعاني سوء تغذية وجفافا، وتشعر بخوف من السيارات أثناء سيرها في اتجاه الحديقة، إضافة إلى أن إنجازها هذه المهمة مخالف لإرادتها. أما الذين يتولون إدارة هذا القطاع فيؤكدون أن الخيول تلقى عناية جيدة، مشيرين إلى أن هذا المجال يخضع لمراقبة سلطات المدينة، وإلى أن صورة نيويورك لن تبقى على حالها في حال حظرت عربات الخيول. فعلا الوضع محير، بتروح العربات ولا لا؟ اختلفت الآراء والاثنين مقنعين. خلينا نروح إلى بلد أخرى، حيث برع الصينيون منذ القدم في فن قص الورق وعمل أشكال زخرفية جميلة استخدمت الأشياء عدة في التزيين وتصميم وحدات الإضاءة. غيرها لم يقتصر هذا الفن على الصين فقط، بل انطلق إلى مدن عدة في العالم، لكنه تطور واشتهر وأضيف إليه الكثير على يد الشعب السويسري. واستخدم السويسريون قصاصات خاصة لممارسة هذا الفن الذي يعتمد بشكل كبير على عملية التناظر في اللوحة
فهو يضيف لها سحرا خاصا. وفي سبعينيات القرن الماضي ازدهر هذا الفن وأضافوا إليه الكثير مع حرصهم على الأصالة، إذ تم إدخال الطابع التجريدي إضافة إلى الهندسي التقليدي، وأصبحوا يستخدمون الأوراق الملونة بأساليب عصرية، وما أدى إلى ظهور لوحات تعكس الحياة العصرية اليومية. مشاهدينا، رح نختم الأخبار العالمية مع تونس. وماركة صديقة للبيئة تستخدم في تصاميمها نفايات بلاستيكية. خلونا نتابع. يتولى رجلان يرتديان بزتين حمراوين جمع بوات بلاستيك من على أحد شواطئ قرقنة التونسية، لكن هذين العاملين غير الرسميين في مجال جمع النفايات لا يدركان أن ما يلتقطانه سيتحول إلى فساتين من قماش الدنيم من ابتكار أوتا، أول ماركة ملابس مسؤولة بيئيا في تونس. ويتولى سيكول في البرتغال تحويل الحبيبات الناتجة من طحن النفايات البلاستيكية إلى ألياف نايلون داخل أحد المصانع الأربع الوحيدة في العالم المجهزة بهذه التكنولوجيا. Qu'est-ce qui fait la particularité du fil Sequal ? C'est qu'il utilise 100% de plastique recyclé, mais dans ces 100% de plastique recyclé, on trouve 10% de plastique marin, c'est-à-dire du plastique qui a séjourné dans une eau salée, qui a été exposée au soleil, et qui de fait est une très mauvaise matière pour le recyclage. يشكل العمل مع سيكول فرصة جديدة لرئيس شركة قرقنة بلاست المتخصصة في ضغط النفايات البلاستيكية وفرزها عمر كشارم، لأن النفايات المرمية في البحر لا قيمة كبيرة لها ولا تدر الأموال. هو في الوقت الحالي ساعدني أني نخدم مع سيكوال، نخدم على الإكسبور، خاطر تخدم في البلاستيك البحري واللي هي قرقنا نعرفوها أرخبيل، معناتها البلاستيك براتيكمون كله جاي من البحر وكله مطيش على البحر، اللي هو كنبيعه في تونس ما عندوش فاليور وما يسواش برشا فلوس. ويشارك نحو 15 شخصا من البرباشة وهم جامعون نفايات غير رسميين في برنامج قرقنة خالية من البلاستيك المدعوم من الاتحاد الأوروبي والرامي إلى تدوير النفايات البلاستيك التي ترمى سنويا في جزر قرقنة، وتصل كمياتها إلى 7 أطنان. وبغض النظر عن الألياف التي تنتج في الخارج، تعد العملية برمتها صناعة تونسية، وحققت أوتا أولى خطواتها من خلال الظهور في أسبوع الموضة في تونس الذي أقيم في حزيران يونيو. هذا أيضا استكمالا لموضوع الاستدامة، فعلا تحويل الأشياء البلاستيكية إلى الثياب ممكن واحد يلبسها استدامة. مشاهدينا، كانت هذه أخبارنا من حول العالم. الحين خلونا نروح الفاصل صغير وقصير، خلكم ويانا، ما خلصنا مواضيعنا لليوم.
مرحبا بكم مشاهدين من جديد. بدأ بدعم الساحة الثقافية القطرية أقام الحي الثقافي كتارة فعالية تعليمية جميلة جدا حول الزخرفة الإسلامية. خلينا نشوف تفاصيلها في التقرير التالي. في إطار الدور التي تقوم به استوديوهات كتارة للفن في دعم الساحة الثقافية القطرية، تقدم كتارة فعالية تعليمية حول الزخرفة الإسلامية للفنانة عزيزة إقبال. وستتطرق الورشة إلى تقاليد زخرفة المخطوطات الأندلسية، حيث سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق الرسم الهندسي العملي في التصاميم الإبداعية. مدة الورشة 3 أيام، كل يوم يتناول موضوع معين من الزخرفة، وتركيز الورشة على قصر الحمراء الموجود في الأندلس باعتباره من أهم وأبرز المعالم الموجودة هنا. وبينما يتقدم الطلاب في مراحل الجلسة، سيتمكنون من زخرفة تصاميمهم باستخدام الأدوات المختلفة التي تستخدم في ممارسة هذا الفن. مشاهدينا راح نبقى مع الثقافة، من الثقافة الفنية إلى الثقافة الأدبية، وإلى مبادرة جذور من بلادي، واللي تستهدف تعزيز قيمة الكتاب والقراءة وتشجيع إعادة استخدام الكتب وتبادلها. للتعرف أكثر عن هذه المبادرة الجميلة، يسرنا استضافة صاحبات مبادرات الخوات ليان وروضة القصابي. روضة صباح الخير. صباح النور، كيف أصبحت اليوم؟ الحمد لله. شكراً للاستضافة، تستاهلون. راح نسترسل إن شاء الله. ليان صباحك خير. صباح النور. روضة خلينا نبتدي فيك. قبل الهوى كنت أقول لكم أن أنا مستانسة على المبادرة الجميلة هذه، خصوصاً أن الواحد لما يكون عنده كتب أو يكون قارئ، في بعض الكتب يحب يحتفظ فيها، بس في بعضها يقول خلاص ما راح يرجع يقراها مرة ثانية، فحلو أنه يكون في حد يستثمرها بشكل أفضل وبيرجع يقراها. كلميني عن هالمبادرة الجميلة ومن وين جبت الفكرة؟ جذور من بلادي كما تعرفون هي مبادرة تهتم عن البيئة وتهتم عن القراءة والتعليم. فجات لنا الفكرة يوم شفنا وايد كتب على أرفف البيوت بس يغطيها الغبار، بعد ما يقرون هالناس خلاص ما يهتمون فيها، بس يخلونها على الأرفف وما يسوون فيه شيء. صحيح. فبدال ما نخسر الكتب ونخلص من قرايته وخلاص يعني قيمته تروح، نقدر نبدلها مع ناس ثانيين ويعني نتعلم ونعلم الناس. يعني ياخذون كتب ويعطون كتب ثانيه عشان يتعلمون من كتب ثانيه ويعلمون الناس عن كتابهم. جميل، حلو. ليان شنو تحبين تقولي لنا، متى بديتوا بهالفكره او متى جت في بالكم؟ شفنا ان في وايد ناس يشترون كتاب بس من خالاتهم ولا اخواتهم وبعدين ما يقرونه، فبدل ما يحطونه عندهم يقدرون يبدلونها ويا كتبنا احنا اللي يكون في السلة الزرقاء، دائما نجيبها كل مكان. كلميني عن السلة الزرقاء هذه، شنو هالسلة؟ تكون ان في وايد كتاب الناس حاطينها عشان يبدلونها ويا كتاب، وبعد بنفس الوقت ان انت قاعد تحطين كتاب اختك ولا اللي صديقتك سوتها منك، فالناس يشوفونه قرا وحبوا يشترون زياده بعد التدعيم حق اختها ولا صديقتها. حلو. وين المبادره موجوده؟ هل هي في التواصل الاجتماعي او هي موجوده في مكان معين؟ حاليا ما عندنا مكان معين، لكن نسوي ورش ونجيب السله الزرقاء كل مكان يعني. حلو، جميل. روضة كلمينا عن تفاعل الناس معاكم، يعني مثل ما قالت ليان تسوون ورش صح وتودون السلة معاكم، تشوفين ان في حد قاعد يتفاعل معاها، قاعد يحطون كتب ياخذون كتب؟ اكيد في وايد ناس جانا، احنا نسوي ورش في مطعمنا ما شاء الله، ميزون ليان كافيه اسمه، عند ميزون ليان عندنا نسوي ورش هناك، يعني توك يعني نتكلم، وبعدين في وايد ناس يعني يجون يشاركون افكارهم ويتكلمون عن مبادرتهم هم بعد، فيعلمونا واحنا نعلمهم، وبعدين يبدلون كتبهم مع كتب ثانيه يعني. جميل.
ليان يعني انت وروضة تروحون هناك وتقدمون ورش او يكون كأنه قاعده من الجميع وتبادل افكار وتطوير ومثل هالكلام صحيح؟ نعم. طيب شعورك كم عمرك في البدايه ليان؟ 12 سنه. 12 صغيره بس تحبين تدشين في هالمجال صح؟ ايه. روضة شجعتك ولا انت من نفسك تحبين؟ انا وروضة نحب القراءه وايد وبعدين فكرنا بهالمبادره وثنيناتنا حبينا الفكرة وبعدين وصلنا ويا عاشة المعاضيد اللي هو صاحبة مستقبل أخضر هي ساعدتنا ودعمتنا وايد. حلو جميل. وتقعدين مع الفريق اللي يون أو إن الأشخاص اللي يشاركونهم هذه الورشات وتتكلمين معهم؟ نعم. حلو. روضة شنو تجربتك مع هذه القعدات؟ والله تعلمت وايد. أنا استفدت في وايد ناس تكلموا عن مبادرتهم وشلون جاتنا كاتبة يعني تكتب الكتب وعن البزنس وكل شيء فوايد تعلمت منها يعني مواضيع مختلفة. اي نعم. حلو جميل. طيب كم عمرك شارضة؟ عمري 14 سنة. حلو. وتساعدين ليان ولا ليان شاطرة أوردي؟ ليان شاطرة أكيد بس في مرات يعني أكيد كل حد لازم يلجأ حق حد أكبر منه أو حد عنده يعني حتى لو ما كان أكبر بس يعني فكر جديد. فكر نعم. جديد يحتاج. ليان روضة نبي نتكلم عن من ساعدكم أن أنتم تسوون هذه المبادرة؟ كما ما قالت أستاذة عاشة المعاضيد هي ساعدتنا وايد ودعمتنا ويعني هي اللي خلتنا ان نسوي وايد ويعني ما شاء الله عليها. وبعدين امنا بعد ساعدتنا عندها يعني هي زينه مع السوشيال ميديا وكل شيء فوايد الله. ساعدتنا يعني خلينا نقول امكم هي اللي ماسكه السوشيال ميديا وانتم اللي تروحون تتناقشون مع الاشخاص. يعني ممكن اي حد يزوركم روضة؟ اي ممكن. يعني عادي اي حد مثلا بالسوشيال ميديا الموعد احنا في هالمكان ونقدر نيكم؟ اي عادي. جميل. وش اسم الانستغرام او المكان اللي نقدر نوصلكم خلاله؟ عندنا انستغرامنا اسمه روت فروم ماي كانتري او جذور من بلادي. جميل. ليان تحبين تقولين شيء حق اللي ساعدوكم؟ عندكم مشاركات صح؟ اي تحبين تقولين لهم شيء؟ حابة أشكرهم حق السبورت والدعم اللي سووا لنا وحق عشان معاضيد وأمنا بس. حلو. روضة نبي نتكلم شوي عن الأهداف اللي يعني في المستقبل. ما شاء الله أنتم انطلقتوا بهذه المبادرة فكرتها بسيطة وجميلة وبنفس الوقت محتاجينها لأن فعلا تكون عندنا كتب ما نبي نقطعها بس إنه مو بهذه الكتب اللي مثلا أنا بحتفظ فيها. وين تتوقعون المبادرة توصل؟ إن شاء الله يعني بتكون شيء في المستقبل إنه عشان كل حد يسويها لأن في وايد مبادرات يعني سواها قبل بس نفس الفكرة؟ يعني ممكن نفس الفكرة بس حق وقت قليل وبعدين خلاص خلصها يعني وقفوا فما في فايدة يعني تبدون وتوقفون على طول لازم تستمرون وتكملون. بس هني دور الدعم روضة دام مثلا حد يمسك السوشيال ميديا وانتو يعني تتفرغون حق القراءة وتبادل الكتب والأفكار والمناقشات هذه ممكن هالشيء يساعد أكثر. أيه صحيح؟ أيه. كلمة تحبين تقولينها روضة؟ شكرا أول شيء وبعدين حياكم الله. أي حد يبي يبدل كتبه أو بس يتكلم إذا يبي عادي عندنا ميزون ليان مفتوح للجميع. جميل. وإنتي ليان شو تحبين تقولين؟ مثل ما روضة قالت حياكم الله. السلة الزرقاء في ميزون ليان ولا في ورش اللي نسويها في الكافيز أو أماكن كله بيكون الانفورميشن والتفاصيل في انستغرامنا roots.qa جذور من بلادي. شكرا على وجودك ليان اليوم. روضة شكرا على وجودك بعد. شكرا مشاهدينا. الموضوع بسيط وخفيف وحلو والبنات صغار تخيلوا بهالعمر يقدرون يسوون مثل هذه المبادرات. انا ما فكرت فيها واكيد كثير منا ما فكر فيها. مشغولين نحن نقرا الكتب وما نعرف وين نوديها. الظل عندنا لا نطلعها لا حد يقراها
ولا احنا نرجع نقراها، مو بكل الكتب، بعض الكتب مبادرة بسيطة وجميلة ونقدر ندعمهم، حتى تقدرون تروحون هنا وتتناقشون، منها تعطونهم معلومات ومنها ايضا انتم تستمتعون بهذه الطاقة الجميلة، صغار ويقدرون يسوون مثل هذا الشيء الغير بسيط. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى ايضا انتم استمتعتوا معنا اليوم. حلقتنا كانت عن الاستدامه في كل المجالات، سواء بالكتب سواء بالاستدامه العامه. نتمنى ان فعلا رسخت الفكره الاستدامه جميله في الوقت الحالي ولمستقبل اطفالنا. وصلنا معاكم نهايه حلقتنا اليوم، اشكركم على المتابعه لليوم، وخلونا نقول لكم سؤال حلقه بكره ايضا جميل، ما هو طموحك في الحياه؟ سؤال وايد كبير ولازم الواحد يفكر فيه ويحدد فعلا أهدافه وطموحه. نشوفكم إن شاء الله بكرة على خير في فقرات جديدة وحلقة جديدة. مع السلامة.